في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، أبنائي طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية فرع الإملاء. درسنا لهذا اليوم الهمزة المتوسطة على ياء، فانتبهوا بارك الله فيكم. بداية، يتوقع منك عزيز الطالب أن تحدد الكلمات التي تشتمل على الهمزة المتوسطة، أن تستنتج قاعدة الهمزة المتوسطة على ياء استنتاجا صحيحا، أن توظف الكلمات المشتملة على الهمزة المتوسطة على ياء توظيفا صحيحا، فهيا بنا. بداية، نقرأ النص ثم نحدد فيه الكلمات التي اشتملت على همزة متوسطة. إذا سئلت عن قيمة التاريخ الهجري فسأقول هو السجل الذي حفظ أحداث تاريخ أمتنا الإسلامية في صفحات أعوامه، فغدت ممتلئة بقصص العز والفخار لأمة غيرت تاريخ العالم وقدمت للبشرية شواهد مرئية على عظمة حضارتها وإنجازاتها. لاحظ الكلمات: سئلت ممتلئة مرئية، بها الهمزة المتوسطة على ياء. انتبه عزيزي الطالب، اقرأ الكلمات الملونة باللون الأحمر ثم املأ الجدول الآتي. قرأنا الكلمات: سئلت ممتلئة مرئية، لاحظ أن الهمزة تكتب في وسط الكلمة على حسب حركة الهمزة وحركة الحرف الذي يسبقها. لاحظ هنا: سئلت، ما حركة الهمزة؟ الكسرة. ما حركة الحرف الذي قبلها؟ الضمة. نكمل: ممتلئة، الحرف الذي أو حرف الهمزة ممتلئة، الفتحة. حركة الذي يسبقها؟ الكسرة. مرئية، مرئية، حركة الهمزة الكسرة. حركة الحرف الذي يسبقها السكون. انتبه عزيزي الطالب أن الحركات في اللغة العربية ثلاث حركات: الكسرة، الضمة، الفتحة. الكسرة تشبه الياء من الحروف، الضمة تشبه الواو من الحروف، الفتحة تشبه الألف من الحروف. لاحظ أن كتابة الهمزة تكون على أساس حركة الهمزة وحركة الحرف الذي يسبقها، وتفرض الحركة الأقوى الهمزة التي تشبهها. ما معنى هذا الكلام؟ الحركات عندي، أقوى الحركات في اللغة العربية، الحركات عندي أقوى الحركات الكسرة، تليها الضمة، تليها الفتحة. الكسرة تشبه ماذا من الحروف؟ تشبه الياء. الضمة تشبه الواو. الفتحة تشبه الألف. إذا اجتمعت حركتان، حركة الكسرة وحركة الضمة، أيهما أقوى؟ الكسرة. إذن الكسرة تغلب. إذا اجتمعت حركتان، الكسرة والفتحة، أيهما أقوى؟ الكسرة. إذن الغلبة للكسرة. ما معنى هذا الكلام؟ هيا بنا نطبق على هذه الكلمات لنرى ما المقصود بهذا الكلام. كلمة أسئلة، أسئلة، قلنا أن حركة أو الهمزة تكتب بحسب حركة الهمزة وحركة ما قبلها. أسئلة، السين حركتها السكون، أسئلة الهمزة. اجتمعت عندي الكسرة والسكون، أيهما أقوى؟ الكسرة. إذن تفرض حركتها، توضع على نبرة بهذا الشكل. كلمة بئر، كسرة وسكون، اجتمعت حركتان، أيهما أقوى؟ الكسرة. إذن توضع حركة الكسرة هكذا. يكافئهم، اجتمعت حركتان، الكسرة
يكافئوا كافئوهم والضمة. أيهما أقوى، الكسرة أم الضمة؟ الكسرة. إذن الكسرة هي التي تغلب. قارئين، الكسرة والكسرة. يائسا، يائسا، اجتمعت الفتحة والكسرة، أيهما أقوى؟ الكسرة. سئلت، اجتمعت الضمة والكسرة، أيهما أقوى؟ الكسرة. وهنا في آخر كلمة، كلمة فئة، اجتمعت الكسرة والفتحة، أيهما أقوى؟ الكسرة. ليتبين هذا بشكل أفضل، هيا بنا نأتي بكلمة أخرى، مثلا كلمة المؤمن. كلمة المؤمن حركتان، الضمة والسكون، أيهما أقوى؟ إذن الأقوى الضمة، إذن توضع الهمزة على واو. طب كلمة أخرى، يملأها، يملأها، الحركتان عندي يملأ، اجتمعت الضمة والضمة والفتحة، أيهما أقوى؟ الضمة، نضع حركة الضمة. إذن القاعدة تقول عند كتابة الهمزة المتوسطة ينظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها. تكتب الهمزة المتوسطة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى. أقوى الحركات كما قلنا الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة. إذا كانت الحركة الأقوى بين الحركتين، بين حركة الهمزة وما قبلها، إذا كانت الحركة الأقوى الكسرة فيناسبها الياء، أما إذا كانت الضمة يناسبها الواو، أما إذا كانت الفتحة يناسبها الألف. تكتب الهمزة المتوسطة على ياء إذا كانت مكسورة وما قبلها مكسور، لأن الكسرة أقوى الحركات والحرف الذي يناسبها هو الياء. الكلمات عندي أسئلة، بئر، يكافئهم، قارئين، يائسة، سئلت، فئة. لاحظ عندي الكلمات هنا كون من مجموعة هذه الحروف الآتية كلمة بها همزة متوسطة ثم اكتبها كتابة صحيحة. مولئت، الآن نركز، مولئت، حركة الهمزة الفتحة، حركة ما قبلها الكسرة، إذن على أي شيء نعتمد؟ الأقوى الكسرة، إذن تفرض حركتها، نكتب مولئت، فئات، فئات، كلمة فئات الفاء مكسورة، فئات. كلمة أئمة، 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 أئمة. زئير، زئير. لاحظ أن كل الهمزات كتبت على ياء، لماذا؟ لأن وجدت الكسرة على حرف الهمزة أو الحرف الذي يسبقها. السؤال الذي يليه، أفئدة مكسورة ما قبلها ساكن، هذه هي. يلتئم، يلتئم مكسورة ما قبلها مفتوح، أين؟ هذه هي. مئة مفتوحة ما قبلها مكسور، هذه. وسئل، الهمزة مكسورة وما قبلها مضموم. وبذلك أبنائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حصة أخرى إن شاء الله. لا أنسى أن أذكركم بواجب النسخ الأسبوعي على الرسالة الأسبوعية، إضافة إلى الواجب المرفق بشكل يومي على منصة المدرسة. هذا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم وبلادكم من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.